قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الأعزاء، أيتها الأخوات المشاهدات العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد تحدثت إلى حضراتكم في الحلقة السابقة عن المراحل التي سلكها القرآن في التحدي وإثبات عجز العرب وغيرهم عن مقاومته، ويسعدني أن أتحدث إليكم اليوم عن بعض الناس التي غرتهم شياطينهم عن قبول هذا التحدي وسعوا إلى إبطاله، فأصيبوا بحالة من الهلاوس والسفه. فأقول وبالله التوفيق. سأل بعض العرب الوليد بن المغيرة، وكان شيخا عجوزا يجلس في سوق عكاظ للحكم بين المتسابقين من الشعراء، وطلبوا منه رأيه في القرآن الكريم، فقال قولته المشهورة: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. ولما سمع أهل مكة ثناء الوليد بن المغيرة على القرآن الكريم ذهبوا إليه وقالوا له: لقد صبأت يا وليد يا شيخ العرب، وأخذوا يعيرونه، وإذا به أخذ يفكر يمينا ويلتفت شمالا، وها هو القرآن الكريم يوثق حالته في أقوى تصوير، وكأنه مشهد حاضر أمام أعيننا. فماذا قال القرآن؟ كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وإذا بالقرآن الكريم يتوعد: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. وقد نسبت بعض الكتب إلى مسيلمة الكذاب حين ادعى النبوة كلمات تدخل في ميدان الهزل والسخف والهلاوس، ما يجعلنا نشك في نسبتها إليه، لأنه عربي خالص يعرف قيمة الكلام. فماذا نسبوا إليه؟ نسبوا إليه: والذاريات قمحا، والطاحنات طحنا، والعاجنات عجنا، والخابزات خبزا، والثاردات ثردا، واللاقمات لقما إهالة وسمنا. لقد فضلتم على أهل الوبر، وما سبقكم أهل المضر.
ريفكم فامنعون والجائع فأوون. كما نسبوا إلى مسيلمة الكذاب أيضا يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين. واجتمع مسيلمة الكذاب مع سجاح بنت الحارس وكانت تتنبأ فسألته عما أوحي إليه فقال الفيل ما الفيل له جسم عظيم وخرطوم طويل إلى آخر ما يمكن نسبته إلى الجنون. ولقد علم أهل مكة بكرامة القرآن وقيمته فلجأ كبراؤهم إلى تحذير أبنائهم وبناتهم وعبيدهم إلى عدم الاستماع للقرآن الكريم وممارسة اللهو والعبث واللغو حين يوافقهم شيء من ذلك خوفا عليهم من سحر القرآن وبيانه. ولقد وثق القرآن الكريم هذا في قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. في عصرنا الحديث أيضا ظهر أدعياء كثيرون أمثال المدعو القس أبو موسى الحريري اللبناني والقمص زكريا بطرس ورشيد المغربي ووحيد المصري أبو شنب وأخيرا الفلسطيني الأمريكي المدعو أنيس شرش. وقد ادعى أنيس شرش النبوة وأن الله عز وجل أرسله نبيا للعالمين في القرن الحادي والعشرين وأنزل عليه كتابه الأخير المسمى بالفرقان الحق. وقد استغرق إعداد الكتاب 7 سنوات بدءا من سنة 1991 وانتهى منه عام 1999 وطبعه 3 طبعات وكانت الطبعة 3 عام 2002 وأصدره في ولاية تكساس الأمريكية باللغتين العربية والإنجليزية في 77 سورة. وقد أعلن في كتابه المفترى هذا الحرب على القرآن والإسلام وشتم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهاجم المسلمين بشدة وعداوة معلنا أن القرآن كتاب كاذب وليس من عند الله ولم يترك شيئا من أركان الإسلام دون أن يتهكم عليه. ووقفت خلفه المراكز المسيحية واليهودية تدعمه بالمال الكثير والذي تجاوز 500 مليون دولار مدعومة أيضا من أكبر المؤسسات الإعلامية في أوروبا وأمريكا. وعندما خرج هذا الكتاب المفترى التافه الفرقان الحق إلى عالم الوجود ولد ميتا وأخذ بعض الغربيين يسخرون منه بينما المسلمون في الشرق والغرب نظروا إليه باستهزاء وأخذوا يتضاحكون على ما أصاب الرجل من هوس وجنون إذ وجدوا أن كتابه المفترى الفرقان الحق المزعوم يحاول أن يسير فيه على نسق القرآن الكريم إذ افتتحه بصورة سماها سورة الفاتحة وشتان
بين الثرى والثريا. فبدأها بقوله: باسم الآب الكلمة الروح الإله الواحد الأحد. وهي كما نرى خلط فيها بين التثليث في الأقانيم الثلاثة: الأب والكلمة والروح القدس، والتوحيد في الإسلام الإله الواحد الأحد. وهي من ضلالاته ومن صوره أيضا صورة المحبة وصورة النور وصورة السلام وصورة الإيمان وصورة المسيح إلى آخر 77 صورة، وكلها تحمل الإفك المبين. وقد حاول هذا المريض بجنون العداء للقرآن ونبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه أن يدلس على المسلمين ويصدر إليهم العقائد الوثنية والتي تم تطعيمها في الديانة المسيحية إرضاء للإمبراطور الوثني قسطنطين في مجمع نيقية سنة 325 ميلادية. وعندما رأى هذا المفتري استهزاء المسلمين بكتابه المفترى الفرقان الحق والسخرية منه والإعراض عنه، بل وصل ببعضهم أن مزقوه وألقوا به في سلة المهملات، أصيب الرجل بحالة من الاكتئاب وأصبح يعيش داخل المصحات النفسية والعقلية، وأخيرا مات بخيبته وحسرته على ما قدمت يداه سنة 2018 غير مأسوف على هلاكه، وذهب هو وكتابه المدعى الفرقان الحق إلى مزبلة التاريخ. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والسؤال البريء جدا إلى جميع من فكر في إبطال التحدي بالقرآن ومقاومته: لماذا لم تطبع الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد وتقدموه إلى المسلمين مجانا في طبعات فاخرة بدلا من القرآن الكريم، بدلا من إنفاق الوقت والجهد والمال الكثير في أمور تذهب أدراج الرياح؟ قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.